اتفضلي. حضرتك انا عندي حلمين. الحلم الاولاني ان انا حلمت ان في دود بيخرج من عيني واللي انا بقتله موتته. طب الحمد لله. ده بالظبط من الحلم. الحلم الثاني حلمت ان انا اللي هو خطيب المفروض كاتبين كتابنا ان هو مدفون في قلب الشقه بتاعتنا اللي احنا هنتجوز فيها. ان هو ايه؟ مدفون. مدفون في الشقه اللي هيتجوزوا فيها. مدفون؟ وحلمت كمان ان خطيبها مش كده؟ ان احنا كلنا قاعدين بس احنا كاتبين كتابنا. ايه؟ كاتبين كتابه يعني جزء؟ تمام. وحلمت ان هو متوفي قبل ما ادخل الفرح بحاجات بسيطه، ولحد دلوقتي انا حاسه ان انا مخنوقه بسبب الحلم ده، لان انا كنت بعيط في الحلم. لا ما تخافيش. ولا اي حاجه. هو طبع خطيبك من النوع البيتوتي شويه؟ شويه. ده شويات. بصي ده هيقعد لك في البيت ليل نهار. طب ما انت بتحبيه بقى خلاص عادي. ده هيقعد لك في البيت يا نور ليل نهار. موضوع الدود اللي خرج من عينيكي والحمد لله الحمد لله ان انت موتيه، انا عايزاكي ايه؟ موتته أنا كله. انا موتته يعتبر كله. عايزاكي يا نور اول ما تشوفي اي حاجه جميله تخصك انت تسمي وتقولي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تمام يا نور؟ قصدك انها تكون بتحسد نفسها. بتحسدي نفسك يا نور من الاخر. لازم. سامعاني يا نور؟ انا حضرتك انا لما ببقى في حاجه كويسه بحب اتكلم عليها، مش بقى مثلا بخليها جوايا او لا يا نور اتكلم عليها بره. بصي حبيبه قلبي ما تيجي تتكلمي على حاجه الاتصال فصل. لازم دايما انت بالذات تسمي. هو طالما ان الحاجه بتموت بعد كده الحمد لله ربنا مش هيضرك، بس طالما ان خرج من عينك انا عايزاكي دايما اعرفي الطبع دوت معاك انت بالذات، دايما تسمي على حاجه على حاجتك بالذات اللي تخصك انت وعلى حاجه الناس طبعا يعني، بس ما يحسد المال الا اصحابه. وخطيبك ما تقلقيش هو من نوع البيتوتي قوي 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 يعني ما تقلقيش.